واحد للاندكس والميدل،
وواحد اسم الميدل ورينج. وعرفنا الكلام الناس بتدينا اولاد او سبلاي ايه. انا هنا الدايه ثلاث صوابع ونص، كم صابع؟ ثلاثة ونص. ادى الفم وادى الانف وادى الميدل ونص الرينج. واحد يقول انت ما بتكملش ليه؟ عشان مين جنب الانفيلو. وبالتالي يبقى الحته دي لو ضربتها كده يبقى ده كله ميديا نور ميديا نور ميديا نور، والحته دي ميديا نور. انا طب الصابع والنص دول هتسيبهم مين؟ انا دور ده تيميال برينج انا كان بيلف الجوار، وانت تلت الباك اوف ذا هاند وتقسم الاثنين السبلاي فيهم صابع ونص. وفي الحاله دي يبقى تلتين الباك اوف ذا هاند تلتين الباك اوف ذا هاند تلتين الباك اوف ذا هاند وثلاث صوابع ونص لغايه البروكسيمال بارت بتاعهم، يبقى اصبر في الشريط كلمه اصبر جت الى حدود الى حدود الى كده لغايه البروكسيمال هاف. تاريخ انهي جزء او لازم ليه؟ انا طيب لما اجي اسال سؤال الجزء اللي مين ده بيبقى مين؟ من دور تركيبيال برانش ارض اللي ده من لبن كونسيرت صوابع ونص. وعرفنا الكلام بتاع الشطار بيسموا الكلام الرينج وذا باك في كتينيوس انرفيشن بتاعنا كله. لو انا مسكت الارس رينج بتاعي كده وعملت عليه خط كده وكملت في ايدي كده واحد وجبت في الرينج عملت خط كده على الرابطه بتاعي كمان بنصه بس، واسال سؤال لو حد فينا صعب هنا بقى مين ادى مين ده الهاب بتاع الرينج والصغر الصغير وتلت الهاند من قدام ولفت زي من ورا كده ورا قدام اه. طب مين يدي الديستال بارت بتاع الرينج وبقيه الصوابع في نفس الليمت ده مين؟ ويلف بينهم كده. طب مين ده البروكسيمال بار؟ الرينج. يبقى لما افرد الرينج وان ذا باك يبقى في كتينيوس انرفيشن من ثلاثه. ازاي رينج وان ذا باك في ثلاثه بقى لو كده؟ ميديا الهاب الا ولفرا الهاب ديستالي ميديا وبروكسيمالي ميديا. يبقى لما انت تتفرج على ايه نرفع في كتينيوس انرفيشن بتاع الثلاثه يبقى انا نرجع لايه؟ انا صابع رينج اون ذا باك. شفت انا يبقى الرينج على الباب بتاعي لو لسه سؤال وانا بذاكر في البيت ومين اللي فتح الموضوع؟ لو حددت الرينج كويس وفهمت اللي انا بقول الميديا الهاب بتاعه من ميديا الوان سيرت بتاع الهاند من قدام والف من ورا والف من قدام نفسه كل ده يبقى انا نرجع لايه؟ ارض الديستال بارت بتاعتي بتاع الصوابع دول والف قدام اخد الهاند كلها تبقى مين؟ ميديا. اما البروكسيمال بارت تبقى مين ولايه؟ ميديا. يبقى لو في صابع في ايدي كتينيوس انرفيشن من ثلاثه يبقى هو مين هو كده؟ رينج اون ذا باك. ازاي رينج اون ذا باك؟ الميديال هاف الف واللاترال هاف ديستالي ميديا وبروكسيمالي مين ولايه؟ ريدي. واللي فينا ذاك الميديا نيرف كان يعرف ان الميديا نيرف لما يخش الهيم كان برانشات بتلف ترجع لورا كده صبري يعني جزء اولاد لو كده الدستا الهاب مش كده لا او لغايه الدستا كويس كده. طبعا اول حاجه بالنسبه لي يبقى ده مين نيرف الدستا مين السوبر في الشريط. يبقى قبل ما اسيب السوبر في الشريط بدا فين السوبر في الشريط ده الاول؟ قال الدكتور ده بدا عند اللاترال ليبر كوندايت ومشي على الفرنت ماشي بالظبط بعضها اسمها بريكيور جيس ماشي لفه للريد الارض بينهم مسافه وبعد كده يلبس وبعد كده يلف الجوار ويخرج من الديب فاش ويمشي في الروب بتاع الانتوبيك الساب بوكس ويتقسم لخمسه دور تلتش بينج يبقى السبلاي بيهم تلتين الباك اوف ذا هيد وثلاث صوابع ونص البروكسيمال بار. اما الديستال بار لا سايبهم النرف بيلف اسمه ميديا نيرف. وانا لما اسال سؤال مين النرف ده سميته بلاد سوبر في الشريط الناس اللي ذاكرت بقى ريد ياتين توتا الريد النرف بتاعنا سبلاي ايه؟ مصل وجلد. مين المصل اللي اداها؟ قالوا ادى ترايسبس ونص البريكات وال 127 طب والباقيين من المصير وانت بص يبقى ده باختصار الريد النرف شال ده كله لوحده سواء ترايسبس او ال 100 او ال 12 يا من جيبه يا من جلد دول اسمه مصير وانت بص وحته من بريكيالز على اللاتر سايد وده الناس بتقول اصل بريكيالز كان ليها جزء عند الترايسبس ومايجريتد من ورا لقدام وجابت معاه نيرف السبلاي بتاعها قصص كده عشان نتاكدوا ليه. وطبعا برضه لما انت تبقى مذاكر تلاقي ان النيرف بيحن للريفور بيحن بيحن يعني ايه؟ ده انت طالب بصير كله لقيت طلبه واحده رجع عليهم راس من ورا وبعد ما مش ورا بتسبار جروب انت ترايسبس وكل اللي ظبط روحه لقيت ظهر تاني على اللاتر سايد وما ظهرش بيتفسح ولا عاجلين من عياله جوه قدام اللي هم البريك يوريزيال وسنسو كارباري ده سوى تفاجنه اداه نيرف سبلاي وبعد ما وصل للفا ابن كوندايل اتقسم الاثنين الاثنين رجعوا ورا بصير انت بص صراحه خرج السوبريتو رجع ورا والسوبر في الشريط ده بتظهر انه من اهل الامام
ومش قدام شوية وجريك الورا يا ما طول ما انت بتكتب في ريدر انه بيرجع ورا ايدك بتجيب حاجة صح الحمد لله طول ما انت عايز تكتب حاجة قدام اقلع شوية انت مش رفع قدام خالص في نفس الكلام فهو كل لعب ورا ادى عضلات ورا جد منين جد للصبايا في الميديا قالوا دكتور ليه بصيله كتير يا سلام قلت وبصيله قلت اقول واللي هو النافع قلت ودرس سوبر بيتش ريدر اللي انت تلتين الباك اب دهان ثلاثة او نص يعني نقول يبقى انت الباك اب ذا ار الباك اب فور ار تلتين الباك اب دهان باك اب ذا ار الباك اب فور ار تلتين الباك اب دهان ولور بارت بتاع اللاتر سايد ذا ار يعني الريدر كده باختصارا سواء جلد او عضلات بيدي باك وحتى لاتر حتى لاتر بارت بتاع بريكات حتى لاتر لور بارت بتاع اللاتر سايد الدلتور لغايه الجلد في الجلد يبقى شغل الريدر نفسه باك وحتى لاتر ايه الحته اللاترال؟ لاترال بارت بتاع البريكيز واللور بارت بتاع اللاترال سايد بتاع الارك مش كده لا ادرفايز فكل ريدر شغله باك بباك هو وفلاته مش كده لا بقول لك قاعد في البيت هو جاي في الكور وشغله ورا وبرانشات ورا هو كده انت بتخلص صح النيرف سيستم ليه؟ ريدر نيرف طبعا اشهر اسئله الريدر نيرف سكرايب ريدر نيرف الاكسلا والارك حيث توجد برانش سؤال سخيف سكرايب بوستيريور انتركوسيس نيرف تكوني جابوا نيرف من اخر الكتاب وسميه نيرف بس طبعا بيصير انت قصه نيرف اساسي وبيلف حوالين الجريده وممكن يتقطع لو كسرت الريده او حصلت سكريبشن لجوينت اي كان مصيبه فطبعا نيرف مهم جدا فلما اخش امتحان الاقي ديسكرايب بصير انت قصه نيرف يبقى انت ما تطلعش صلصه يبقى بيتكلم فيما من بعض انت طالع بيطلع في التحضير كله جابوا بصير جابوا بصير بيتحرك بصير انت قصه نيرف بتترك حاجه عندنا وتفضل تصير كمان وسنة 99 هنا دخل شارك السؤال ديسكرايب انت اوسيس نيرفس اللي هم مين ومين ورا كده اخير بصير انت اوسيس بتاع الميديان وبصير انت اوسيس بتاع مين الريديان محدش يقدر يتكلم فلما جت لك سؤال لو عندك في نيرفس ما انت بس مين نيرف اللي بيتكلم عليه ده سميته فريد ده سيب الطاقه قالوا طب هو ماشي في البارا جروب اخر صفحه في كتاب في النيرف ايه طبعا حيث يوجد في القطع حيث تكون متصل فدايما عشان نفرق صحيه لو انت عملت صورة للدكتور منفصل كده يفضل يعني الصورة صغيرة كده بكل صفحة فيها نيرف ايه؟ تبص كده شوف الدكتور منفصل فوق كده هتبقى مبسوط لو قلت لها مع نت وتضحك كده في الكاميرا ان حيث يوجد الانجري حيث يوجد الدكتور منفصل عشان تبقى عارف التفكير عشان ايه الانجري هو محتاج ايه خاص؟ هو محتاج ازاي؟ فبالتالي انت فاكر انت فاكر خبط وفهم وخبط انت صمم ومرسوم وتعرف مرسوم مع بعض بص النيرف ايه يا اولاد ما لو سالت ده النيرف ده معرض للضغط الثاني قال نمره 1 فراكشر شارت اوف دايما اتكسرت اليوم في النص طايره او في الاكتيف او عند الانفو لو ضرب سكينه كده قال طب في الاكتيلا قال في الاكتيلا دكتور في ناس بتسبب كراتش كراتش اللي هو لو كانت او كانت الاكتيلا لو حد فينا شفت كرانشات كرانشات اللي هي عقال في نوعين في حاجه بتشوف كتير قوي اسمها شاف ايديهم دوت اسمه البو كرانش اللي هو من العمود الحديد ده في كرانش تاني او كاس تاني جيب خده كده طريق وعامل كده عمود طويل وجيت هنا كده دي العيان بتحطها في اختباط ويمشي بيها كده ويمسك بايده هنا كده العقال بالنسبه على عيالنا ولو انت لسه قريب او جارنا كده لا قدر الله بيستخدم الكاس كله ما تحملش انت ايدك هي المسكه وبتدوس الارض بايدك واي صدمه تيجي تكب ايدك العيب اللي بيبقى العين او تعبان طبعا كانوا الله بقولهم ماشيين مشوار وركاز عمال يسنديه بيتعب في الاخر فانت تسيب الركاز يخبط في الارم بيت ارم بيت اللي هي تانية الدراع اللي مكان الرجل فخبطات الارش اللي هنا كده بتقطع ضربه من الاثنين يا سيركمفلكس يعني يبقى الريدر هو معدي راح للهيومرس كده او السيركمفلكس راح لفت من ورا النرفين دول بيبقوا معديين كده ارقام والبيت مش مظبوط واحد ماشي والارض ما ظبطتش تحت طوبه تحت العكاز او كده العكاز بيخبط في الارض جبته ولا ضده رابطه كده او هو بحمل كل وزن جسمه بيحمل على العكاز فكل ده مش ادجست واحد يا اولاد خد اجازه يوم السبت بالليل وراح سكن في خمار لما بتسكروا في الخمارات زمان فهمت اكيد بتسكروا جراحه اسمها هو طبعا سفر ليه نايت اند زمان كانت الاجازات عندهم يوم الاحد بس ما كانش جمعه سبت وحد فكان يوم السبت بالليل يسكر يسكر يسكر
هو الزهران في الخمارة والكلاس ده بتشوفه قدام الكاوبوي خشب كده مش كويس. هو ده عطينا وخد اسكر يجي حاطط دراعه في ثوبه. ولما ينام كل الليل كده ظهر كرسي خشب جامد وداس على اهل نفسه كده قال ريت يا نبي هو معدل كده. طول الضغط على نفسه طول الليل كانك مات عنه فرنسا الراي بتاعه وهو مسطول. مسطول مش فايق. طبعا انت لو شفت انسان نايم بالليل انت بتتقلب في السرير مثلا بتاع 20 30 مره. محدش بينام في وضعه طول الليل. عشان كل الليل شويه حته تبقى مضغوطه ممنوع عنها الدم عشان كده بتسمعه بفرح الفراش. لعيب عنده غيبوبه ما تقلبش. واحنا بنطلب مننا نقلبه او نمرضه. لو انا سبته نايم في السرير كده مكان عليه ضغط طول الليل مضغوط على السرير عيان ما تقلبش. لو الناس العيان طول ما مضغوط على المرتبه كده الحته المضغوطه دي ما بيروحلهاش دم كفايه فتبدا الانسجه تموت ويقول لك في قرحه فراش. مش كده نقول وبالتالي بنطلب من اهل العيان اللي عنده غيبوبه او مش عامل عمليه كبيره عامل كل شويه قلبهولنا في السرير مش كده شويه على جنب اليمين شويه على جنب ليه تسوي كلام بالليل بقى بتتقلب خلي حد يصورك فيلم بالليل كده وتتفرج على نفسك مسخره والله يا بحر وانت ممكن تفوق تلاقي روحك تنام من حلم انت مع الناحيه الثانيه وفي امام ايه المهم انك تروح العيله بتفضل هذا بابا بينام كل ليل كده زي ما قلت لك صار عليك نام بنام عيد بيسموها صدر ديت نايت انت وبالتالي الموضوع ده في المبنى وجاي في مثلا لو انا درست جراحه انا كتب الجراحه الكبيره بتكتب عميد نيرف انتري صدر ديت نايت انت طبعا دلوقتي عشان الاجهزه بتاعتكم يسافروا حد اسماء رايزي نايت انت وقص ايفري دي نايت انت طب جميل اللي بيحصل في البلد ده فده بيت طبعا انا عارف المفاهيم اللي هقول لو في نت بنازل وانت برانش وانت برانش وانت برانش وانت برانش وانا قطعت ايه؟ اي برانش قبل القطع شفاف وقبل لما اي برانش بعد القطع باي انا قطعت الريد يعني نفسي من جهه من فوق فالحاله دي كل العضلات باظت العيان ما يقدرش يعمل اكستنشن للصوابع عشان الاكستنسور بتوع الصوابع باظ تقول لي اكستنسور الصوابع ديجيتورم وديجيتيمينيم وانديسيس دول بولبورس دول واخدين نيرف سبلاي من البوستيريور تروس من البوستيريور تروس سيب فلما انت تيجي تقول لي ريجا نيرف نازل وده انا بوستيريور تروس وانت قطع من هنا ما باظ وبالتالي كل عضلات الصوابع تتشل اللي بتعمل لها اكستنشن فالصوابع يحصل لها فينجر دروب قالوا طب والعيان بيعمل اكستنشن ريست لمين؟ كبر الدرس دونجاس وبريفس والنيرس والدستورم وكده بيعملوا اكستنشن كلهم بياخدوا الريد يعني بصير التراص بيحصلوا كمان ريست دروب يبقى العيب عنده مشكلتين اللي هم مين ومين فينجر دروب وريست دروب قالوا طب ايه رايك بقى لو بصير التراص بس المقطوع يبقى الاكستنسور كبر الدرس دونجاس لسه شغاله اللي بتاخد من الريد اللي هي الاثنين فالحاله دي العيان يقدر يعمل اكستنشن ريست بس عنده فينجر دروب يبقى العيان اللي عنده ريديال نيرف انجري ريديال نيرف انجري كامل من جترو هيحصل له فينجر دروب وريست دروب طب اللي عنده بوستيريور انترقصص نيرف انجري ما عندوش ريست دروب ليه ما عندوش ريست دروب لما كنس عشان الاكستنسور كارباي الاتياس كونجس بتاخد من انهي نيرف الاولاد الريد فبتقدر تعمل اكستنشن ريست بس عنده فينجر دروب وبالتالي لما اجي اسال طالب في الامتحان وريني فينجر دروب تعمل ايه بايديك اكستند الريست وسقطت صوابع بدات اسمه فينجر دروب عايز ريست وفينجر دروب سقطوا الاثنين مش كده بقى لما لو قلت له كده فينجر دروب هيقول لك لا انت غلطان فبالتالي مره ثانيه انا عايز ريست دروب وفينجر دروب فينجر دروب لوحده فينجر دروب يعني ما بقدرش اعمل اكستنشن كريم باجي اعمل اكستنشن ريست اطمن اني عملت اكستنشن وسقطت صوابع ده يبقى اسمه ايه لو كده فينجر دروب عايز الاثنين مع بعض سقطهم مع بعض يبقى ده فينجر دروب وريست دروب طبعا اللي هقوله دلوقتي هتسمع كويس لو جينا مع بعض واحد لما باجي امسك حاجه كده هاند جريب كيست جريب امسك الداتا كده بايد طب عامل استقامه جديد عليها كده مين اللي ثلاث صوابي انا سبورت شمس بروفان سبورت ستون قالوا طب ما دول بيتو فليكشن ريست ولو عمل فليكشن ريست انا مش هقدر امسك حاجه كويس هيبقى ويك هاند جريب هيبقى ويك هاند جريب قالوا مين اللي بيعمل بيمنع الفليكشن بتاع ريست قالوا الاكستنسور بتاع ريست فبالتالي العيان اي واحد فينا سليم امسك البتاع دي جامد كده عشان امسكها كده جامد عملت عليها فليكشن بصوابع قال طب الفليكسور دول من خاصتهم الاكشن ان فليكس الريست
طب لو انا بيكسر لسه ما مش عارف امسك يبقى لازم امسح الكليكش بتاع الريت مين اللي معانا اهو يا السنسور. طب السنسور دول واخدين نيرف سبلاي منين؟ ريديا اتقطع الريت. يبقى العيان اللي بيجي يعمل هاند جريب ما يعرفش يعملها كويس. كان دي كلمه ديسابلنج. هي ديسابلنج يعني عدم قدره قابلت بطل ايد الهاند بتاعت اي جريب انا هقرا الكلام اي قبض فيه العيان مش عارف يعملها كويس لان انت بوظت له مين. وبعد كده السنسور اوف ذا ريست تاني. اي واحد فينا بيمسك حاجه بايده كده جامد اللي هيمسكها كده دي السوبرفيشال سوبر فانكس وبرتونز. عارف خد العضلات دي يا دكتور خدناهم بيعدوا قدام الريست وبيساعدوا الفليكشن. لو عمل فليكشن مع الفليكشن بتاع الصوابع هيبقى جريب ضعيف جدا مش هتعرف تمسك حاجه كويس. انا طب عايز اعمل ايه؟ عايز امنع الفليكشن بتاع ده بالاكسنسور بتاع مين؟ الريست. طب مين بيسبلاي الاكسنسور بتاع الريست دول لما كده؟ قالوا ريديا والبوستيريور بتاع الاوسس. انت في الحاله ديت لو قطع ريديا من اصله دول بعضه ففي ديسابلنج للهيم مش هتفضل. انما لو عندي ريديا الريديا شغال بتاعنا فانا عندي درجات الشوت اكستنشن واقدر اعمل جريب نسبيه معقول. فبالتالي ده هنا كده لو قرينا كمان من اولاد الناس بتصفي يلا عشان تبص قدام من قدام الناس مكتوب يا اولاد لان طبعا انا بس نفسي اقول حاجه البصين تراس عشان في كيس كده البصين تراس بيخرج الصبعين ولف حوالين الاور سيرفيتاري جواها ويخرج من الصبعين طول الارض فراكشر اور سيرفيتاريس فراكشر نيكوبريتس فراكشر هيد dislocation or retest من السبيل دي على الرويد. احنا قلنا في اباء عبيد كان عمالي بس كده كده بتهوى هو عامل ابنه كده فرحان بابنه هو شدد على مفاصل ايدين الولاد المفاصل دي وانت شدد ايد العيل كده عمال تعمل ايه في الريتست بتشدها عايز تشدها من الجوين فممكن تتخلق فعلا المفاصل ضعيف فممكن وعضلات ضعيف ممكن تنسى وانس الريتست اتخلق العمل كده دي عظمة النومرس لو حد استلم رايكي وعندي دي عظمة اسمها ريتست ما حد استمحيك والعضلة اللي هي اللي استمحيك في الأرض هنا في دي كانت كده اسمه عينر النجم وده الهند بتاعت البني آدم الهند بتاع ريدا اتسمت هنا بنجم كده احنا كنا مع بعض لما كنتش خطوه أنا بيحصل كده الآتي أنا لما بشد على إيدي العين كده في الهواء ممكن أعمل في الهند دي أشدها لو شدت وتسحب أنت لما تكون نرجع بيلف هنا يحصل له إيه في النرجع بيلف ده يطير وبالتالي مكتوب في كتابنا بقى نقراه كده عشان تبقوا تذاكروا معايا صف 92 من فوق لو سير انت قصة سيرف مي بي انتر ثالث حاجة ده مي بي انتر في الفراكشر هيد كسرة الهيد او نيك او ابر بارت وده شابتر دليل اللي هو الابر سيرف اور ايفن حتى داونورد ديستوكيشن للهيد والدليل مش يبقى ان داونورد ديستوكيشن خلق الجداح خلق الجداح تشد على ذراع العيل جامد حتى شد عليه جامد كده سحبناه من الليجا بتاع الحواطة فالنرف اللي بيلف ده يطير. قال طب نسمع بقى الفيلم Injury of the lead member of the interosseous branch leads to finger drops due to various of all extensor fingers. Extensor, digitorum, digitiminimi, indices to the eyes, hotter bursts, كمان. كل extensor bars. Injury of the lead nerve leads to the rest drop. Lead the nerve بقى بس. Due to the various of extensor of the rest. This is very disabling, disabling migraines. حاجة فيش ضيع. Because it's impossible to perform a firm grip. ما تقدرش تعمل فيرم جريب قبض تيل كويس قبض فيرم جريب فيرم جامدة جريب قبضة قبضة جامدة فيرم جامد جريب قبضة قبضة جامدة ما تقدرش تعمل الفيرم جريب هو ذا ريست از فليكس ما تقدرش طول ما انت عامل فليكشن للريست ما تقدرش تعمل جود فيرم جريب ما تقدرش تعمل جريب جريب يعني ايه قبضة وفيرم جامدة ما تقدرش تعمل قبضة جامدة وانت عامل فليكشن كده ليه هيحصل فليكشن كده عشان اللي عايز تعمل فليكشن الصوابع هي سوبرفيشال سوبر فانت سبورسز من وظائفهم يعملوا ايه على ريست جوينت فليكشن مين اللي بيمنعهم يعملوا فليكشن اكستنسور بتاع الريست؟ طبعا انت ما انتبهت الاكستنسور بتاع الريست مش كده لو اتقطع اي نار ريد نار وبالتالي مكتوب ان كنت بصير انت بص اثنين بين الكلام ده بقى لو بابا دكتور ودكتور كنت عارف ان جديد جاي ومقبول هتلعب مش كده لا يعني من غير ما تحرجه طبعا تلاقي بابا عارف الكلام برغم ان كانت تقدمت بالظبط انما لو جينا مع بعض ان كنت بصير انت بص اثنين بين كانت نورس دروب الكلام ده مقلد ما فيش دروب يوزل انتكت ايه يعني سليمة شغالة اكسنتر كارباني تالس لونج which is alone can maintain the extension of the rest الوحدة ممكن تمنتين الاكسنتر ليه العضلة دي بالذات اللي جبنا سيدها قالوا عشان كل عضلات الباك فور ار واخدة من نيرف السبلاي اسمه ايه؟ سيرو تاكوسيس لما بيعملوا اكسنتر مين؟ واحد اثنين وسبعة ما
Mercury diğeriz, bana çok alaka biriksen çok tarz. Bankonyas, bana çok alaka biriksen çok tarz. Minilili alaka biriksen çok tarz. Eksentur, Karmayri, diğeriz dongas. O biter açık kede gibi nesere etten, tipin ata kıran teyim. Bu adalı tepek kutlu ağır. Bu adlanır, sabrayı ben en hinden ağır. Bir musil, rita bos, sıra Mercury, maada kam vahdem, terem. الأولى والثانية والسبعة الوقتين منين؟ ريديا نفسك تمام تمام موقين على هذا الكلام طب أنا قطعت ريديا يبقى كلهم بعض طب قطع بصيرة أنت قصص يبقى في ثلاثة شغالين مين اللي منهم ليها شغل على الريس جويس بقى لو كده؟ سنسور كارباي ديالي سونجر مش هتفرق معايا بريكي ريديال مش هقدر أقولها لأن شغالة على ريديا 700 جرام بوزيشن فليكشن اللي هي بره بالي منها من الريس جويس والانكونيا شغالة على الديربو جوينت يبقى الوحيدة اللي ليها علاقة بالريس اللي تقدر تعمل له اكستنشن هي مين؟ اكستنسور كارباي للدارس دوكس يبقى واحدة من التلاتة اللي نقيناهم اللي هو 127 هي اللي جبنا سريتها اللي هي بتأثر في الاكستنشن بتاع الجوينت وليه الريس جوينت فده الكلام بالنسبة لي واضح. An injury of the radial nerve impairs extension of the earth against the distance to the affection of the target. قلنا سيرة زي كده الترايسبس وليه اللي بتعمل اكستنشن للقلب مش كده؟ تعمل له اكستنشن للالبو جوينت للتايج انما انا لو واقف معاكم زي ما قلت زمان اغمى عليا وانا واقف كده ده هعمل ايه؟ مين اللي خد رايي كده جرافت؟ يبقى بالتالي اي واحد فينا بيعمل اكستنشن للالبو مرتبط اساسا على جرافت. لما اجي امسك كوبايه الشاي دي وانا بنزلها على الترابيزه كده انا بعمل ايه؟ انا تاني ايدي كده بالبايسبس تاني ايدي كده بالبايسبس والبريكيلز تاني ايدي كده بايسبس وبريكيلز تاني ايدي كده بايسبس عامل فليكشن. طب عايز ارجعها على البورد تاني الترايسبس مش هيشتغل. ده انا بقول البايسبس ريلاكس وان البريكيالس ريلاكس ويا جرافيتي خد دراعك واحده 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 تبقى كده. طب لو الترايسبس بتنقبض كانت عامل ايه؟ كان دب كده ودب كده وطبعا الشرطه بتحط تهزين وتهزين قادره تنقبض تاخد الحاجه منك يبقى وانت ماسك طبق الشرطه في غير بتنزله على الترابيزه واحده واحده الترايسبس ما بتشتغلش خالص. اللي شغاله هي مين؟ جرافيتي وقدرة تريح. مين اللي بتريح؟ البايسبس. يبقى انت لما خدت طبق الشرب وشلته من المطبخ هنا انت عامل فليكشن بالبايسبس والبريكيل. لما جيت على ترابيزه السفره وانت بتحطه قلت لهم ريلاكس الجرافيتي بدات تاخدهم واحده واحده لمست الترابيزه بهدوء جدا مش كده؟ لو اشتغلت الترايسبس ده معناها ان الدب كده وبالتالي عشان تكتمل الترايسبس معينه لازم تبقى جنس ريزيستنس فحاجه من الاثنين الجرافيتي ما تساعدهوش. طب ايد العيان دي دراع العيان ودي ايد الدكتور يحطها ورا دراعه يقول لك استند دراعه وقاوم وانا ادق ايدي العيان يدق ايده كده وانا احاول اقاومه كده دي طبعا ايد الدكتور ودي ايد العيان هو عامل ايده كده رد يقول لك ما تنزل الدنيا بس تنزل الدنيا انت مش العيان عامل ايده كده وانا احط ايدي كدكتور وانا ايده كده بقول له افرد دراعه وقاوم يا اما خليه يحط ايده في راسه بقول له استند افرد دراعه كده جرامت ساعتها هو عشان الترايسبس يبقى بالتالي عشان تكزامن الترايسبس لازم تكزامن الترايسبس فين لما كده زين اسال بقى سؤال الناس بتاعك الترايسبس منين ده قصه مع الريتا نيرف ده هو كمان الريتا نيرف كان في الاكزيما ادى لون هيد اوف ترايسبس وميديال هيد ولما رحت للسبانال جروب ادى اللاترال والتلميذ انا قطعت فوق فلو تشالنج لو قطعت في السبانال جروب تبقى الترايسبس لسه شغاله وبالتالي مهم جدا الار نيرف سبلاي بتاع الترايسبس قلنا ان الترايسبس والتفتر نيرف سبلاي مش فن ده حاجه بتاعت سنه سنه ان الترايسبس خدت الريجا نيرف مش مهم مين لونج ولا مين ميديال ومين هباره يهمني ان خدت منه تو سايد هو في الاكزيلا او في السبارا جروب لان هو واقف في الاكزيلا ادى لونج هيد والميديال هيد ولما رحت السبارا جروب ادى لاترال مع الميديال ده معناه ان ادى ايه في مكانين ادى الترايسبس في مكانين ترايسبس على موضع انت الاجزاء لو ضغط عليه في فوق الدنيا كلها تخرب انما لو نزلت ضغط على تحت يبقى تحصلهاش بالانس يبقى الفرق بين الريد نيرف لما تطلع في السطر ده نايت انتر او فراكشر ده شرط ده هيمرس سطر بي انت قطع النيرف كله ففي الحاله دي العيان ما قدرش يشغل ترايسبس خالص ولازم اجزمك اجينس الديستر. طب لو انا قطعت في سبايرال كول انا ترايسبس شغاله في ويكنس بس مش لاقي فرق يعني عايز هتلاقيه بيقاومك عم بيجي يعمل اكسنت ودايما بنقارن بين دراعين العيان يعني لو سيب ده سليم وده عيان باجي احط ايدي على ورا دراعه السليم الاول واقول له شد زق زق احس بالفوطه دي وارجع دراع العيان اقول له زق الاقي الضعف اكتر واضح جدا ده لو في احتمال ان العضله اللي تبقى لسه شغاله انما العضله بقى رسمها مش هتشتغل خالص تعملها الممكن يبقى بالتالي اللي جاي ده كده هل العيان اللي عنده فصيل التقص الثيرد انت يقدر يعمل حاجه اسمها سباينيشن اوف اكستندد فور اب؟ بص بقى اللي جاي ده للشطاره
انا بعمل سوبايليشا بمين؟ ببايسبس. بس البايسبس قلت الادب. قلت لك انا مش عامل سوبايليشا اللي لو عملتش. فلصف كده. مين تقدر تعمل لك سوبايليشا كورال الاكستنشن؟ قالوا سوبايليتور وتساعدها بريكني وبريدال شوية كده. بس انا سوبايليتور. قالوا طب انت قطعت ليه ده النرف؟ يبقى السوبايليتور باظ. انا بتاخد من الكوسير انت بصيت بتاعي اتشل. فالعيان وضعه كده برونيشا. وفريد دراعه. اقول له اعمل سوبايليشا. مع كل سوبايليشن غصب عنه يحصل له فليكشن. ليه اللي حصل فليكشن دوت؟ عشان يعتمد على اني اقدر اتمرن. يبقى هو جمله مش بتاع الكتاب مش كاتبها. العيان اللي عنده ريد نيرف انجري كان نوت كان نوت سوبايليت اكستندد فور ارم اكستندد فور ارم. اول ما يعمل سوبايليشن لازم يحصل معايا ريد فليكشن. يبقى العيان اللي عنده ريد نيرف انجري كان نوت سوبايليت اكستندد فور ارم. انما انت عامل سوبايليشن ومعاه فليكشن باني عضله مع كده البايس. طبعا نقطه كده ده الموتور اللي حصل سنس. السنس بتاع ريد نيرف يا ولاد الناس الصح ريد نيرف ده ابو السيوب سين ستارت اوف ارم. هو السيوب سين ستارت اوف ذا فور ارم ولو اللاتر اوف ذا ارم والدانه تبتدي الباك اوف ذا هاند وثلاث صابع احنا فاكرين كده. ريد هو في الاكزيلا ده ابو السيوب اوف ذا ارم اللي جلد الارم من ورا. فهو ماشي في السبارا جروب الدانه البصير بتاع الفور ارم واللور بارت بتاع اللاتر سايد. طب والسوبر فيشر ريديال لسه واخدين بيدي التلتين الباك اوف ذا هاند صابع ونص ثلاث صابع ونص تمام اتقطع ريديال اتقطع. المفروض لو انا مش مذاكر هقلب هقلبه من ايه؟ فعل السنسيشن هنا وفعل السنسيشن هنا وفعل السنسيشن هنا وفعل السنسيشن هنا وثلاث صابع ونص كام ده غلط كله. قول لي السنسري بص هي المسافه اللي بين اول وثاني متكاربل بس كومبليت سنسور. قالوا طب والباقي ما حطيتش فيه سنسور اصلا في باراسيزيا السنسيشن تقل شويه. ليه؟ اي منطقه تبقى سبلايد بالريديال تاخد من النيرفات اللي حواليها الثانيه اللي مش تبع ريديال. يعني لو صرفت مثال طبعا صحيحين الفور ارم في ميديال بتيجي تستنى ده فور ارم ده تبع الميديال كورد بتاع البريكر بيرس ولا بتيجي تستنى ده فور ارم ده امتداد المسكول فينيس اللي من الاتر كورد. الامر خلص نيرفات مفيش حاجه خدناها اسمها انتي بتيجي تستنى ده فور ارم. سمعنا عن ميديال سمعنا عن لاترال مع بصير مفيش انتير. قال لي بقى قال ان الميديال او اللاترال بيغطوا من قدامه ومن ورا. يعني ميديال ماشي كده مقسوم لبرانشين واخد نص الفور ارم والريد واللاتر واخد النص الثاني. يعني كان الفور ارم اوريدي خد الصبع. البوستيرير تطوع خيرا ببرانش ادى نار وحته رفيعه من ورا كده. النيرفات اللي حواليه بتغطي نفس المكان. المدرج ده بيجي له كهرباء من محطه في الجيزه ومحطه كهرباء في القاهره والواحده بطلت تبعت لنا الكهرباء. مش الكلام ده لا هتلاقي المدرج ده قل شويه كده ما انتش شغال. فبالتالي العيان اللي عنده ريد نيرف انجن كل الاماكن اللي بتاخد من الريد نيرف يحصل ديمينج للسنسيشن وليس لوس اوف سنسيشن. كاتبين كلمه اسمها باراسيزيا. باراسيزيا يعني سنسيشن تقل شويه. كنت ارجع على العيان اقول هو فاقد سنسيشن على باك اوف ذا ارم لا بيحس باك اوف فور ارم لا بيحس. بس نعمل حاجه بقى جديده بنعمل ايه على العيان؟ ببص على دراعه من ورا كده طول عمر ارفع دراعك لدرجه كده اسفلين وده العيان امسك الاب بشكشكه هنا كده اقول له انت حاسس؟ اه سيد العيان سليم في الاول حاسس بده السليم حاسس بيه كويس 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 حاسس حزن وجع التاني بشكشكه في نفس المكان اقول له الاحساس ده ازاي تحسس ده؟ اقل شويه اجرب تاني واجرب تاني. طب يا ابني لقيت مارك بتاعتنا هو العيان مش انا مش كده لا مش هشكشك الدكتور هشكشك العيان بقى مش كده لا العيان بتاعي هو لقيت مارك فقال من جسمي. طبعا كلنا هنبقى دكاتره ان شاء الله. يبقى لما بكشف على عياني بعمل ايه وانا بكشف عليه؟ بقارن بالطول اريا في جسمه. اريا انا عارف انها سليمه واريا متوقع انها عيانه. بقول له انت حاسس بده زي ده وايميديتلي عامل ايدين الاثنين كده شكشوك هنا ترجع شكشوك هنا بسرعه. حاسس ده زي ده؟ حاسس ده زي ده؟ تلاقي اريا سنسيشن بلاي من الحته الوحيده اللي فيها سنسور رود بقى لما كده قالوا باك اوف ذا هاند من اول وثاني متكرر بول ان ذا اونلي اريا اللي فاقدة سنسيشن كومبليتلي اللي ما فيهاش حاجه اسمها اوفرلاب. ايه معنى اوفرلاب؟ انا وصاحبي ماشيين مع بعض هم ما هوش شركه اتوبيس ركبت اتوبيس على حساب انا كده عملت له حاجه اسمها اوفرلاب غطيته في الموقف اللي هو فيه مش كده؟ الريد القطع بيصبلاي مكان البرانشات اللي حواليه بيصبلاي نفس المكان يبقى اي حته بيديها الريد البرانشات اللي حواليه اوريدي بتصبلاي بيها مش كده؟ اكسل سبت اني حتى الفيرست بار اللي بتفين اني متكاربل واني متكاربل الاولى والثانيه وبالتالي الناس الكلام ده بتشافوا يتنعشقوا عشان يبقى ار دي طالب منظرهم ذاك نص نص
continuous branch tarifyalyapni ibes. Osiru opo, siru opo, tapatana ridyalyapni sensor rosfem, ikibakisten, osiru opo, siru opo, tapatana ridyalyapni إذا السنسورات بتاعنا ليمت لأريا واحدة من الحجم يديد اللي بتأول وتاني بتكار بالبون على الباك وبتهير كلام ده خدش زكينا وما ينسى تلاش لغاية سنة ستة والله نبتوك من هنا بتكلم العربية كلام بتكلم بص السنسورات طبعا هنا في غلطة في السنسورات اللي أعرف تطلعها وأنا بقراها لخمسة جنيه من أي حد فيكم بعد كده من شرحة أنا أصدقائي ذلك سنسورات طبعا أول سلطة طبعا Manager of sensor loss of a lower half of the center, the command is the bar. That can be put in the kitchen by nervous move, serve complex. The top and center of Linda, Lotta, which comes out and got it. Yeah, come on, we'll do a little yet. The main command is the key, loud or low computer. For a good of a bar. But then, come on, the chip of the top, matching helper, helper and sensor loss on the lower part of the mean, the toy. The orgasm is a fatigue, can be something that is a feminine, the nervous move. Circumplex level, the level of the entry level, sensory effect level, measure of sensory loss, and lower half vitamin, the third, part of the low computer, and the other computer. Come on, the best thing I know, I think, if someone has established the high, go to the third zone, which is an idea. But the soma, the project is not for someone here. The idea is not for anyone here. I don't like this, my guy. دي كتب الغلط يعني كتب الغلط مع ريدر مكتوبة غلط دي معبول مع سير كومبليكس تاني معايا الحاجة جدا بغلط اللي هو بارت بتاع الفايل طبعا مع ريدر غلط اشتباه كده مصدقوني والله انا صدق والله صدق بعد كده غير عندنا اللي جايز مانكي بقى سنسور لوس a small area of complete شوف small area A small area of complete sensor loss of sensation on the doorway of the hand between our retained metacarpal bone. Restriction in the hand. Restriction in the hand. اختصار أو انحصار. انحصار هي كلمة. انحصار. انحصار is sensor loss. So this area netly is due to the overlap. Overlap and تقطير. Of sensor innervation with the adjacent nerve. In the areas of the radial distribution. ايه معنى اوفرلاب تغطيه جانبيه بغطي كده يعني امتدادات اوفرلاب من السنسور انرفيشن من النرفات اللي بتدي سنسيشن للاريا بالادجسنت نيرفز النيرفز اللي ماشيه in the areas of the radial distribution بمعنى الراديال ديستريبيوت على الباب طب جنب نيرف اسمه ميديا نيرف اسمه نيرف ده بيديستريبيوت هنا وده بيديستريبيوت هنا فيعمل ايه النيرف اللي ماشي هنا ميديا بتدي نيرف فور ارم ولاتر اوف فور ار يطلع منهم ديستريبيوشن الاريا اللي واخده من مين اللي هي يبقى الاوفرلاب جاي من مين؟ من النيرفس الادجسنت اللي قريبه منه من النيرفس اللي قريبه منه من النيرفس اللي قريبه منه بتدي له ساعه يبقى لما اجي اسال سؤال باك اوف فور ار ما بقاش سنسيشن ليه ما بقاش سنسيشن؟ الاصل مين ده بتدي تربط الفور ار اللي هو جاي من الفور ولا ده بتدي تربط الفور ار اللي هو ده اللي مصر بتدي اللي جاي من لاتر كور الاثنين دول سكان هما بيصبرايك جلد بتاعهم وليهم اوفرلاب على الحته اللي واخده من ناحيه النيرف الريال الريال الكلام ده على الباك اوف فور ارم حاصل وكمان على الباك اوف دهان كله اكسبت مين الاريا اللي بعرف كده تو سبلمانسر اللي بين مين ومين هو كده اول متكارفل وتاني متكارفل نبص على كلامنا باراسيسيا بقى النقص السنسيشن فين؟ ايوه ثواني بقى مع الغلطه هنا اهي ما انت بتدفع 5 جنيه باين مش كده بقى بص ولا كده باراسيتيا يعني نقصان سنسيشن مش ابسوليوت لوس اوف سنسيشن باراسيتيا سنسيشن قال شويه مش مظبوط اور ذا بوستيرير سيرفيس اوف ذا هارت او فور ارم اللي هو بارت بتاع لاتر سايد اوف ذا ار لاتر تو سيرفيس اوف ذا دورز اوف ذا هاند طب ما كنت ايه بدل لاتر تو سيرفيس كان المفروض ميدل وان سيرفيس ليه ميدل وان سيرد بقى لو مع كده؟ لان انا عندي التلت ده غلط. التلت اللي باقي ده هو الريديا نيرد ورا بدي قد ايه؟ تو سيرد. طب التو سيرد منهم جزء فائد السنسيشن جزء ناقصه سنسيشن. مين اللي فائد السنسيشن؟ من اول وثاني اللي هو ميديا اللي هو لاتا وان سيرد. احنا في الباك اوف ذا هاند
صوابر مش كم لا أنا ولد كم ولد هكذا سهل إنما صوابر كلها برضو فيها بارتيشن مش كم لا يبقى نقص السنسيشن هيحصل فين نقص السنسيشن back of the arm فلور هذا كان back of the arm من ذا تصل في arm back of the arm منتصف في back of the hand مش كم لا تبعيت back of the hand على ذا تصل تبعيت السنسيشن الصوابع برضو فيها نقص السنسيشن مش كم لا يبقى أي حتة عشان لما تمشي أي منطقة صبايت من الريجن نرم فالصبايت بارسيزيا هايبوسيزيا نقص السنسيشن وليس فقدان سنسيشن يكسبت مين الاريا الوحيدة اللي سبت السنسيشن الاريا اللي على الميديا اللاترال سير اللي بتوين مين ومين أول متكارفان والتاني كده ده الكلام بعدين بقى سؤال لبكريوس مش طالب سنقول سنتو بس ماركين هل الريجن نرم يعتبر ميلي موتور ولا ميلي سنس ميلي موتور ده الدنيا كلها وضمات ولما تشم الدنيا كلها خير والسنسوري لما تقطع الدنيا بنفسية مع بعض يقول لنا السنسوري سنة ستة بنت ده ان شاء الله رسمان يقول لهم ريد النرف اس ميلي موتور ولا ميلي سنسوري فريد النرف اس ميلي موتور نرف مش كم لها ميلي موتور نرف ميلي موتور نرف لان انت كم عضلات غير طبيعي والسنسيشن اللي ده ثلاث شيء اي كلام مش كم لها او بيدي والناس ثانيه بتوصيله مقطع يعني ده اللي بتاخد من ريد اللي بتاخد من اذر نفس الكلام ده من اللي عندنا ده غير سميته ريد انا طبعا نرف الانسان ما ذكرش نرف انجري فعل الدكتور لا يبقى نرف انجري فعل الدكتور متصل ده يعتبر شيء مهم جدا هو المفروض الميد يشتغل لو كتبت لك كتاب مباراة هنا مش فرق نهاية صراحة يعني هي عادي لا تنسخر ده لو كان نقص اللي هي شفاوة في الميد خالص بصلاة المفروض انا مين بس الناس الرجلية
درسنا الكتني قال من كلام كتسمى صبرا كده بيك رغم واحد لا ترى واحد جيد راح تتنفجين انا اش دعبيه انما لا ترى النهاردة بيجيب سبته بينزل من النيك معدي على كلامك يد الجلد اللي بنفس الطور بارك بتاع الدكتور اسمه النرد ده لا ترى عشان في ميديا وصبرا كده بيك قال من كلام كتنزل اسمه صبرا كده بيس صبرا سكين كبر الطور هاته دكتور انت مرايك من اول الدكتور جنات الدكتور تفرستي يبقى الدرد كان اسمه R, letter, tenus, nerve of R. When a comprehension means the circumplex, the R circumplex can be tested with anterior well of seal. Can anterior let me get to there, but the seal can be done more. We have a deep fascia. We have to skin the cover lower part of the toy, could have been some mean R, letter, tenus, nerve of R. Some mean R, letter, tenus, nerve of R. I mean, على طب إلا يبقى من الدلتويد لغاية الكلب يبقى فيه لوا لاترال واللوا لاترال ده كبريز من الريد يالو خمسة بقاني بروفة بلاين تسفرق عايز ثلاثة نرفس على لاترال صح يبقى لاترال صبرا كده بكرة بتاع سنة الجاي إن شاء الله بعد كده دي بتوع سنة واحد اسمه أبا لاترال ولوا لاترال أبا لاترال ده بس الكبريز ولوا لاترال ده تبع الريد والدلتين دول كانوا لو تفتكروا كانوا برانشات بحاجة اسمها وستيرو كورد بتاع بريتر بريكس ده سيركمبلكس او ريد طيب مين اللي على الباك قالوا بصير كتير استربط صقار وده برانش ميدا بارت ايه اللي على الميدا سايد قالوا في اللور بارت والابر بارت قالوا في نيرف في اللور بارت ده تسميه ميدا كتير استربط صقار مين اللي كتير استربط صقار ده كان برانش بليكس اسمها بريكر بليكس كان يعني كورد لما كده ميدا كورد يبقى في ميدا كتير استربط صقار سبلاي لور بارت اللي جاي ده بقى اسمه كويس قوي كل طلع من الضلوع في الصوركس بيبقى ماشي بين اخوه الانتركوستال ده اول سبيسي اول انتركوستال نيرف ثاني انتركوستال نيرف ثالث انتركوستال نيرف رابع انتركوستال نيرف خامس انتركوستال نيرف وديها ثاني انتركوستال نيرف ثاني انتركوستال نيرف ثاني انتركوستال نيرف تطلع منه برانش يمشي بقاعه اكسيلر يدي السكيب بتاع الفلور والابر بارت بتاع الميديال سايد اسميه انتركوستو بريكيال انتركوستو بريكيال اسمه ايه؟ انتركوستو بريكيال سميته انتركوستو انا عم بجانب انتركوستو بريكيال تاني وماشي في فلور بانزلة ايه ده السنين اللي فيه الشعر دوت وكمل ايه ده الميديا البارت بتاعك مش كم بلا اعبر بارت بتاع الميديا الصين عشان جاي من انتركوستو وراح للار سميته انتركوستو بريكيال عايز ستة نرمس من الار واحد مرة واثنين ميديا وثلاثة ثلاثة مفيش حاجة قدام بارت لان الباب اللي عجلات وقطر الهيرم فبتعمل مركز على السؤال يبقى عدد منه كام درجة ولاد ست أربعة من ثلاثة اسمه انت لاز اسمه كتير استنفع أبز الأرض بمعنى اللي ورا بارت هنا مين ده كتير استنفع أبز الأرض من ورا بصيره كتير استنفع أبز الأرض وعلى اللاترال سايد أما اللاترال واللي هو اللاترال كتير استنفع أبز الأرض الغباء الاثنين دول أبر بارت بتاع اللاترال سايد وأبر بارت بتاع ميدال سايد أبر بارت بتاع اللاترال سايد لاترال سوبرا كيلابيكلر تبع النيك وأبر بارت بتاع الميديا سايد من الصورس انت كوستو بريكر طب اجي اسالك سؤال واحد اتقطع انت عنده البريكر بيكسس كلها قول لي ايه الجلد اللي لسه حاسس بيه؟ هو اللي مش عارف ايه كل الباقي بريكر بيكسس ريديال الار بس كتير يعني عدد فيهم قبل ما اجي اسال سؤال اسالك سؤال تاني صعب ده قبل ما اتقطع عدد البريكر بيكسس كلها واحد ضرب سكينه مش هيضرب خمسه ونص باظت البريكر اقول له لسه في حته من جلد العين ده بيحس بيه مين حاسس بيه؟ ابر بارت لاتر سايد وابر بارت ميدال سايد ابر بارت لاتر سايد لاتر سوبرا كلابيك ده طبعا سبايك البيكسس في النك وابر بارت ميدال سايد انت كوستو بريك ده السؤال بقى صعب جدا قول لي على طيب من الابر ما خدوش من بريك البيكسس ترابيزيس ترابيزيس كان ليها ريبس وسباينال اكسسور مون وسنسور من سبايك ثلاثة أربعة تمام قوي كان في حضرة اسمها الليجيتور سكابي تاخد ثلاثة أربعة من النيرف ترابيزيس في الطريق كمان عامل حاجة مش شطر قوي عايز اعطيك في القبر حتتين جدا من القبر ما خدوش في البريكيا بريكسس وبعد السؤال بتاعي معكوسة قطعت البريكيا بريكسس كاملة كل القبر فقت السنسيشن ووصل شرب كل عضلاته كسبت عضلتين وحتتين جلد او كده عضو حتتين جلد مين حتتين الجلد بقى؟ قبر بارت بتاع لاتر قبر بارت بتاع ميدا قبر بارت بتاع لاتر اوف ذا ار لاتر سوبرا كيلابيكيو وأبر بارت بتاع ميديا قلت ار انت كوستو بريك طب مين عضلتين القبر ما خدوش في البريك الفيكس قال له ايه ترابيزيس طبعا خدناها طلع سباينال روت اكسسوار الرقيق واللي بيت مش كلام بعد كده نار الفور على الفور قال له كتير سبب صبايا بتاعه غلبان اللي فيه ده الجرم بتاع معلم بصير كتير سبب صبايا بتاع فور ار ده ميديا
Omitter finire il termo per portare una sub l'antiro o sub branch del cavamino nel breaker mix. Stava guardando ora breaker mix, ora ripetita. Ascendo tutto questo cadente, da parte di una ora, 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 yarn, yarn. Quello di torno, il altro di che il smart mit di scherzo, ma ha stato hai. Quello di scherzo è un tazzo che per me ha un record di smart, humans. Che ne capi altro smart, tiri smidio, da un certo messo bene. In essa la da sacchia altro che capi auxiliary art. We can be as who recap art. When I can be a good media read and the media core. The media core is a breaker mix of same idea. أولاً هنا تكبين اسمه أكسلر A ابتداد اسمه بازلك B هنا بازلك بقى أكسلر بازلك بقى أكسلر بحاجة هنا أرى الزمان أرى الريليشن بتاعت الأرض دي كان هنا عند السكند أرض ميديا الكورد وهنا لاتا الكورد الميديا الكورد ده بيدي ألما رينش من دول وميديا الكورد يستيرفو بتطفار رينش منه كان بتاع أرما مور ميديا يبقى ميديا الكورد يستيرفو أوف زي فور أرض ينش من الأكسلر الأرض والأكسلر دي وبعد كده البازيلك فين والبريتا بار وفي نص الارض كان يعمل ايه لو حد فينا زي كده بيخرج يجيب فتشه ويطلع لبره ويعدي في الروب بتاع الاناتوميكال كده تبص مقسوم لتو ديفيجن واحد انتيرو واحد بوستيرو ويروح على انهي ناحيه بتاعتنا على الميديا سايد وعلى هذا الكلام ميديا بتيني ستارت اوف ذا فور ار كنا زمان لما خدنا البريكا بيكس انا قلت اسمه بس مش كده وانا بعبره على شرفه ليه ما قدرتش اشرحه؟ ليه انا عارف اكزيلري ارتري ولا اكزيلري بين ولا بريكر ارتري ولا بازيلري انت دلوقتي تقراها بطريقه صعبه كده وانت بتتفرج على مسلسل من المسلسلات التركي اللي بتاع فاطمه قال لي اربع خلاص تمام مش كمل طبعا مسلسلات فاطمه دي وفي صراحه امبارح الحلقه كلها طب اعملوا حاجه هو بيدخل يزعل ويتضايق وهي أنا مش عارف.
فلنكيل كل يكتين الزرب الصباب الزهين هيبقى ازاي؟ قبل البصير من قدام او من ورا؟ اي واحد فينا عارف من قدام هيبقى المنظر عامل ازاي؟ انا تلتين الزبال يبقى بالمر كتين اسمه ميت وتلت الزبال الباقي يبقى بالمر بحر بس هنا عند السيرة الامنة التمكينة اسمه مسكروتين ثلاث صوابع ونص دول من السوبرفيشة بتاع من الميديا الولايات الفيرما بريتش بتاع الميديا والصابع ده من السوبرفيشة بتاع مين؟ الارض. لو حد فينا ذاكر معرفة كيف تولع النص مع بعض. طبعا لو انت بتقول يا ميت كويس بس اللي انا برفضه لاي واحد مبدا الاثبات انت مش فاكر زمانك فاكر ده ايه لازم يبقى كده هتقعد على المكتب اجيب لان لسه بقى على الامتحان شهر واسبوع او 10 ايام بس انا فاكر كويس جدا عشان نبقى عارفين احمال الكليه دي 8 أسابيع 9 أسابيع وبقينا على الامتحان 5 أسابيع أو 6 عمر ما تبقى عندك 6 أسابيع يعني الكتاب كله على بعضه جاي 15 اسبوع انت بقيت لك منهم 6 لما تقول لي بخبط النهارده بسيب كل يوم على طول كده الوقت اللي جاي كنت فاكر زمان لما كنا نقول كلمه كراكوي بروسيس انت لازم جنبها تقول ليه كراكوي كراكوي انت لازم تقول كراكوي في الاول طبعا لو ما حصلش كده يا ابني كبير جدا انت دلوقتي بتعمل 5 صفحات في ساعتين 3 ساعات خلص كتير قوتك اللي انت كنت عليها في الرياضه فالوقت النهارده مش زي دول مش تقول لو تفضل 9 أسابيع لا اللي فاتوا دول ما يعتبروش بالنسبه لباقيين اسبوع او اسبوعين لان انت كنت في الاول ما فيش خالص فبالتالي انا عايز الناس تشد دلوقتي جامد حسب اللي انت عايز تعمله في السنه تعالوش في الهم ما حدش يبقى مخلص دلوقتي تفضل لسه وقت في الكلام اول مره الوقت كان خالص بتبقى خلاص بقى الدنيا ظلمت وانا معاك فعلا انها ظلمت فمالهاش حل ده بنكسر تراجع حتى تفتكر جاب جدا البريسر تراجع يا اولاد عامل كده الميديا نيرف جاي والقلب نيرف جاي الميديا نيرف كان ليه برينج اسمه بالمر روتيني البالمر يعدي في مارفيشا الفريكس والفريكس بتاع الميديا نيرف ادى الهولو اوف ذا بالم تكوين في البالم اللي في النص وانت الجلد اللي بيغطي فيه ولاد السينا يعني تلتين البالم يبقى البالمر بتاع الميديا نيرف تلتين البالم ما عدا حتى صغيره كده في الوقت اللي فيه نيرف مصر روتيني تمام الالمر كان ليه بالمر روتيني فريم يعدي في مارفيشا الريتراكيلم بريدج تلت البالم يبقى انا خلصت من البالم كده سواء ميديا او الدر او ماستروتين ايه الصواب من الترم ايه من الترم من الدور قالوا اه الميديا نيرف بيعدي دي من البريكس والتناك ولما تاخد تاخد دول كام من البريكس بس ثلاثة لو واحد مين هظهر لونه الاحسن الالدر والميديا بعمل ايه؟ قالوا دكتور اللاترال هيدي ثلاثة بريكس كده والميديا ادانا اثنين وبالتالي كده السبلاي كام صابع 3 صوابع ونص ده من الترمينيشن بتاع الميديا نيرف يعني كان الميديا نيرف بيطلع صحيح البالمر بتاعه انت تلتين البالمر ونهايته اللي هو ميديا ولاترال انت 3 صوابع ونص يبقى الميديا البالمر بتاعه انت تلتين البالمر سينر والهور الهور انت اللي قدامك والترمينيشن ميديا ولاترال انت 3 صوابع ونص ومن ورا كمان قال طيب بالنسبه للالمر قال انا الدكتور كان بيدرس ان حاجه اسمها سوبرفيشال وان في السوبرفيشال بتاعه روح السبع ونص دول لما مين السبع ونص دول؟ قالوا النفت ونص الرين وعلى هذا الكلام يبقى دايما هو حاجه لما تقول لي نفت صغير بتاع البار البار بار ماركتينيس وده او ده وحتى صغيره هنا من مصر ماركتينيس اما الصوابع الترمينيشن نهايه الميديان ميديا ولاترال ادى 3 صوابع ونص ونهايه الالنر سوبرفيشال مزيد دي بتدي عضلات السوبرفيشال 7 ونص يبقى دايما الصوابع نهايه الابار ترمينال والبالما بالما طب بار أنا بقى دكتور قصة مختلفة. الديستال بارت بتاع الصوابع من الميديا والنهاردة السوبرفيشال ريدر واخد 2 أما بالنسبة للسبع ونص السعودية دور دارتينيوس فرانش بتاع الأرض اللي كان بيلف ورا يتقسم 2 تديهم تلت الباك ابتهال وصابع ونص ده بعرف إيه أحلى من كده سؤال أبقى كشفت الطلبة كل الناس دي مش كده لا معلش كده الصراحة سؤال تاني ديسكرايب موتو الصابع ابتهال الموتو الصبراوي الدهان يبقى في الحاله دي انا عايز اتكلم على العضلات اللي بتنام ضغط الرئه في الصبراوي منين يبقى انت في اصحاب الدهان يا اكبر جميل يا سند الثاني يبقى الموتو الصبراوي الثاني الدهان والناس اللي تذاكر انت تعرف كام احسن منه لو سالتهم سؤال الموتو الصبراوي اللي عندنا دي اولاد طلبه مسترجم مذاكره الموتو الصبراوي لو ده صبع كبير اند صمت ودي اند ودي ميدل ودي رينج ودي ليتل فينج ده فليكسور تراكشن الميديا
الأسنان. وبعد ما عدت الدنيا الأترانومين إلى تزيين الكرم سبرايكي كما عضلا أبدأكتر وبدأكتر وبون أبدأكتر وبرد بريبس بريس وبرد بريبس وبونس برد إلا تبعد مدى البرانش دور إلا تسمعين التلال التين بصد متصم بالكتينيس واحد لا تبصد الثاني التين انت عضل الأسنان ساكترم وفي الحالة دي انت صدايد أربعة دولار أخبرك إن الميديا بتاع الميديا اللي بتاعك بتاع الميديا نرد هيدينا تنفوذ بقى الرين بعد الكريبت من الإنكترونيدين هم يدين ورين روح الكريبت ده إنت بطريق عضل اسمان ساكن لرد عادة الصباية بتاع خمس عضلات مين خمس عضلات هون؟ خلاص خمس عضلات هون ما بلاش بنين يا ولاد لما كده طبعا لو خدتوا الديب بقى مين اللي انت الديب لو حتى بقى كان خلال النار